بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه في الدين والدنيا والاخره. اللهم اجعلنا واولادنا وتلاميذنا واهلنا وازواجنا وجيراننا وقربانا واصدقائنا وذرياتنا والحاضرين والحاضرات في هذا المجلس من اهل العلم والخير والقران ومن عبادك الصالحين ومن عبادك المتقين ومن عبادك العالمين ومن عبادك العاملين ومن عبادك الذاكرين الله كثيرا ومن عبادك الشاكرين ومن عبادك المخلصين ومن عبادك المجتهدين ومن عبادك المجاهدين ومن عبادك المجاهدين في سبيل الله ومن عبادك الحافظين ومن عبادك الحاملين ومن عبادك الماهرين ومن عبادك المتقين ومن عبادك المستقيمين ومن عبادك الصحيين ومن عبادك المحمرين في دعائك ومن عبادك السالمين من جميع الأهوال والألفاظ والآهات والأمراض والأسهاب والأحساب إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا وأملا صالحا متقبلا وعلما نافعا وولدا صالحا مطيعا وشفاء من كل داء سقط. يا محول الأهوال حول أهوالنا وأهوالهم إلى أحسن الأهوال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا وقلوب المعرضين. اللهم حصل مقاصدنا ومقاصدهم مقاصد الدنيا والآخرة ويسر لنا أمورنا وأمورهم أمور الدنيا والآخرة. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين وانصر وزراءه ووكلاءه وأساكره إلى يوم الدين واكتب السلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والحجاج والمسافرين والمقيمين ببرك وبهرك وجلك من أمة محمد أجمعين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واخذل من خذل المسلمين واخذل من خذل المسلمين. اللهم تقبل أوصل المسلمين سواب ما قرأناه من القرآن وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما تصدقنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية واسرة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفينا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء
الشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين خصوصا إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وإلى أرواح الأولياء بالسلام خصوصا الشيخ جعفر الصادق سنة القدوس والسلام سيد سنان مريا رجل سيد كنال كاني جوكو وجميع أولياء وعلماء هذه القرية وهذه المدينة ومن حق من حولها وإلى أرواح مشايخ الطريق المجتمعية والقنبية المجددية ملة الرسول الله إلى شيخنا الآن خصوصا إلى روح الشيخ محمد كهوت المجتمعية وإلى أرواح أئمة القراء ورواتهم ودرتهم وجميع مقرئ القرآن وقارئهم ملة الرسول الله إلى شيخنا الآن خصوصا إلى إمام القراء المشهور إمام أمس أحمد أبي النجود ورامي الإمام حافظ بن سليمان ومربي أرواح الناشي محمد أروني القدوسي وشيخ الشيخ محمد منور بن عبد الله ورسال قدس الله أسرارهم ونور درائهم على درجاتهم وأمدنا بأمدادهم وأعاد علينا من بركاتهم ثم إلى الله جميع القدور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا.